أخبار اليوم. الاسعار السنه دي يعني بالنسبه للمعرض في حاجات وحاجات، في حاجات زيها زي بره ويمكن اعلى، وفي حاجات ارخص. يعني السنه دي خلاص اشتري من المعرض، شايفه ان الاسعار اقل شويه؟ يعني في حاجات افريا مش رمضان هنا اقل. الاقبال قد ايه السنه دي؟ الاقبال متميز على السنه اللي فاتت بكتير، احسن من السنه اللي فاتت بكتير. يعني بعت اكتر من السنه اللي فاتت؟ اكتر من السنه اللي فاتت، وبيع باليوم، وان شاء الله الايام اللي جايه اكتر من اليوم ده واكتر من الايام اللي جايه. اسعارك اعلى من بره ولا ايه؟ اقل من بره، اقل من بره بكتير. يعني عمر الدين بسبعه، بره بعشره وبخمستاشر وبعشرين، عندي اقل سعر عمر الدين. نفس الجوده؟ نفس الجوده، احسن حاجه. حاجه بخمستاشر بتبتدي من 12.5 لغايه 15، من 12.5 حاجه زي كده لغايه 15 جنيه البلح الاسواني الاصيل، البلح البلد المركز، يعني احسن حاجه، وباسعار في ايد الزبون احسن حاجه. بصراحه اقبال شديد النهارده، السنه دي اول ما تحصل يعني اقبال شديد زي كده، نظرا للدعاية المعرض وحاجات رخيصة فعلا، يعني حاجات الزبون بيحس بالفرق، عشان كده إقبال جامد. لو ما الإقبال ضعيف هتلاقي الزبون تهرب وتلاقي الحاجة غالية، وهنا زي اللي بره مش هيجي. ففعلا المعرض ناجح 100% إن شاء الله. لا السنة دي جميلة جدا جدا، عشان الحاجة رخيصة فكله هجم، يعني خير السنة دي إن شاء الله. يعني بعت بكمية أكتر من كل سنة؟ الحمد لله، الحمد لله. بس علينا كويس. أسعار اللحمة السنة دي عاملة إيه؟ السوداني بلدي مذبوح هنا ب50. يعني مختلفة عن برة؟ لا في اختلاف في السعر عن برة طبعا. في قد إيه، كام في المية؟ نسبة 80%. نسبة الإقبال قد إيه على اللحمة هنا في المعرض؟ إقبال كويس كويس، يعني ممكن 10 عجول 8 عجول 15 عجل. لا هنا كويسه جدا، رخيصه عن بره. نسبه قد ايه؟ لا يا فرع عن بره هنا 30 40 جنيه كمان، يعني هي بره في حته بتتباع ب 80 وحته بتتباع ب 90. هو الاسعار هنا كويسه، بس هو مش موضوع بقى الاسعار، موضوع الزحمه اللي احنا بنقف فيها. يعني كل واحد بيبيع حاجه في المفروض يحط له مكنه يدفع الفلوس عليه، بدل ما يقف الطابور ده كله. كويسه كويسه الحمد لله، كويسه عن بره الحمد لله. الاسعار كويسه الحمد لله، احسن من بره. حاجه جوده غير بره؟ يعني احسن بكتير، بس هي مشكله بس الزحمه وعدم النظام هو اللي عمل معايا كده. انا بقالي 3 ساعات تقريبا واقفه، غير كده مفيش اي حاجه. رايك في الجوده والاسعار؟ والله هي الحاجه ممتازه وكل حاجه، بس هي ناقصه شويه نظام عشان الناس ما تتعبش على الفاضي. يعني الزحمه واقفين فوق عن ساعتين عشان نجيب حاجه، ومفيش نظام، بس هي دي المشكله. لكن الاسعار هنا كويسه، كل حاجه ممتازه. فرق كبير عن بره؟ والله يعني هنقول مثلا 15% 10. يعني مش بطاله والله، الحمد لله كويسه، يعني اقل من السنه اللي فاتت بكتير. اشتريت كل حاجه ولقيت كل احتياجاتك؟ الحمد لله كل حاجه موجوده، يعني الحمد لله. يعني الاسعار بنسبه كام في الميه مختلفه عن بره؟ يعني بنسبه 30 35%. الاسعار ناقصه حاجات بسيطه بس مش كتير. مختلفة عن بره حوالي نص جنيه بس، يعني من مكرونة شوية. اشتريتي كل حاجة السنة دي؟ لا مش كل حاجة طبعا، الحاجات غالية برضه. تمام الحمد لله، كل تمام، 10 10. اشتريت كل حاجة؟ الحمد لله، فضل الله. الأسعار مختلفة والجودة؟ لا حلو، جميلة جدا، كل شيء تمام على نظام. كلمة بمناسبة رمضان. كل سنة طيبين، نقول للشعب المصري كل سنة وهو طيب. أنا أول مرة نشوف الأسعار دي كويسة. الجودة عاملة إيه؟ لا هي باين عليها يعني حاجة كويسة إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين. جميلة، بس عبال لما تدفع الفلوس يكون وقت أطول أطول.
تعب بصراحه، زحمه ودفع الفلوس بس اكتر، انما هي كل حاجه جميله بصراحه وكل حاجه رخيصه بصراحه. يعني ربنا يجعل مصر كلها خير 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 ان شاء الله.